طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الجزء الثاني من التعرف على منصة كريستال نوز. تذكير بسيط بنهاية الجزء الأول، الآن نحن وصلنا لمرحلة ربط منصة كريستال نوز بمنصة لينكدإن، وأخذنا مثال افتراضي من الشخصيات اللي موجودة عندنا في لينكدإن وربطناها بجهاز البحث على منصة كريستال نوز للتعرف على شخصية الأستاذ صالح الرشيد. في موضوع مهم جدا حابب قبل ما أتبحر في موضوع التفاصيل حق الحل هذا، أول شيء لازم ندركه أنه هذه كلها توقعات وحالات تبصر، وبحيث أنك هي تساعدك أنك أنت تقرب الصورة أكثر عن الشخصية اللي أنت بتخطط أنك أنت تتعامل معها في المستقبل. فجميل جدا أن يكون عندك زي ما يقولوا educated guess، حدث مبني على أساس علمي، لكن قد ممكن يكون هذا الحدث بنسبة الدقة حقته ما هو فيه 100%. طيب، ننتقل الآن إلى العجلة هذه. كما ذكرنا نحن في الجزء الأول في 16 نوع من أنواع الشخصيات، ببساطة مقسمة، كل 16 هذه مقسمة إلى 4 مجموعات من أنماط التفكير أو أنماط الإدارة. ففي مثلا هنا نبدأ بالنمط المهيمن أو المسيطر، dominant. فنشوف مثلا هنا الأستاذ صالح الرشيد يقع ضمن هذه الفئة. في المجموعة الثانية اللي هي الانفلوينشال اللي هو المؤثر، وفي المجموعة الثالثة وهي الستدي الثابت اللي هذا مناسب جدا للأعمال المحاسبية والحاجات اللي تكون فيها كثير من اللوائح والأنظمة والالتزام بمعايير معينة. وفي هنا النمط الرابع اللي هو شنسوس اللي هو المنجز، فهذه بالتحديد الأربع المجموعات اللي مجملها كلها يكون 16 نوع من أنواع الشخصيات. طيب، نتبحر شوية في النتائج حقة التحليل اللي ظهرت لنا عن الأستاذ صالح الرشيد. هنا بديك نبذة بسيطة عن نوع الشخصية. هي طبعاً ذكرنا أنه هو في الفئة المسيطرة أو المهيمنة، هو شخص طموح، رتم سريع، كريتيكال، وذا كفاءة عالية في العمل. ننتقل للنقطة الثانية للتبصر عن الأستاذ صالح الرشيد. يجينا هنا البيهيفير، كيف تتصرف معاه لو ربنا أراد ودخلت معاه في 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 عمل أو في كموظف تحت إدارته، كيف تتفاعل معاه بحيث إنه تحصل على أنتوا الاثنين على نتائج موحدة وتوصلوا لأهدافكم بحول الله قوة. فبيقول لك هنا في البيهيفير في السلوك كيف تتصرف معاه وكيف تتعامل مع الأستاذ صالح الرشيد. على سبيل المثال إنك أنت تركز في حديثك معاه على تسأله كيف ممكن أساعدك إنك أنت تحقق أهدافك. طيب، أتوقع منه بعض الأسئلة، بعض التريب في البداية، وهذا شيء طبيعي لأنه هو يحب إنه هو يعمل validation، يعمل إثبات للمعلومة اللي جيته ويتأكد ويعمل فلترة ليها. بعد كده أديله الفرصة إنه هو يقود مسار الحديث، تمام،
وحاول إنك أنت في الحال إنك لقيت في مناطق فعلا هو لفت نظرك ليها ويساعدك على إنه تحل أي تحدي واجهك، أشير إليها وأكد عليها وسجلها عندك وارجع له مرة تانية، قل له هذه النقاط اللي أنت أثارت انتباهك أنا هحطها موضع الاعتبار وهشتغل عليها بحول الله قوته. تمام؟ إيش الحاجات اللي تحفز زي ما تقولوا كده تخلي الأستاذ صالح الرشيد يعني يندمج معاك أكتر؟ تمام؟ وإذا لا هتلقاها فيك أنت، أول شيء سرعة الإنجاز مع كفاءة وجودة الإنجاز العمل اللي أنت قمت فيه. الشيء الثاني أنت بتحقق أهدافك وأهدافه حقة المنشأة اللي هو مسؤول عنها. الشيء الثالث أنه أنت تحسك أنك أنت مستقل. كيف يعني مستقل؟ يعني لو كلفك بمهمة وهو بالتحديد عارف إيش الأوتبوت، إيش المخرجات المتوقعة منك، يبغاك تجيله وإنت منجز المهمة هذه ومنتهي منها وبالتالي تديله النتائج حقت حل المشكلة هذه أو حل التحدي هذه أو إنجاز المشروع ده. طيب إيش الحاجات اللي ممكن تسبب ضجر وإزعاج للأستاذ صالح الرشيد؟ طيب هو كاحتمال، طيب ممكن يتضايق، وطبعا في المجمل معظم القيادات تتضايق لما يكون الحديث مشتت ومن غير هدف مو واضح المعالم، وبالتالي هذا الشيء ينرفز. ومن حق أي واحد في مراكز القيادة العليا إنه هو يتنرفز من هذا الأسلوب في الحديث. تمام؟ فهو في حديثك مجرد ما أنت بتتكلم معه، تمام، بيركز على حاجات كلمات مفتاحية معينة هي في باله. طيب فأنت إذا حرصت أنك أنت ذكرتها قدامه طبعا تكون حل، ما يكون في مصداقيتك عالية، فبالتالي تقول رينجابل هتستفيد من المعلومة اللي وصلت له هي، وهو هيحس بالرضا من أنك أنت فعلا ماشي على المسار الصحيح وفاهمه ومعاه على نفس الصفحة. طيب أذكر شيء يضايقه أنه أنت يعني تكون غير واضح وأنك أنت تخلط ما بين العمل وما بين مشاعرك وما بين حياتك يعني الفيلينج حقك والإيموشن حقك ومشاعرك، فهذا جدا شيء مزعج. أنه هو كمان ينتظر يديك فرصة، يقول لك يعني أنا أديك فرصة الآن أنت ما أنجزت، ترى هذه علامة مو كويسة، إبغاك ترجع بالعمل المنجز. طيب لما ننتقل للنقطة اللي بعد كده، تمام، إيش اللي بيصير بالتحديد في موضوع لما تتكلم عن طبعا مو بالتحديد الأستاذ صالح الرشيد بس الشخصية اللي تقع ضمن هذا النطاق؟ استخدم الكلمات زي تن خلاص تم، أو استخدم كلمة مثلا زي absolutely بالتأكيد، ودائما أسأله عن توقعاته. فهذه الحاجات الكلمات تعتبر الجملة تعتبر جملة مفتاحية معاه، هتريحه كثير وانت هترتاح بحول الله تحققوا انتوا الاثنين أهدافكم. طيب نيجي لموضوع الإيميلات. مديرك الآن بكل بساطة كل اللي تقدر تسويه حرص وانت بتكتب الإيميل وتوجه له هو أن يكون إيميل ما في يعني شو أقول لك، حاول تكون واضح بأهداف معينة في الإيميل، لأنه هو من الشخصيات اللي يحب يتساءل، يحب يعمل إثبات
للمعلومة اللي وصلت له ويتأكد من صحتها ودقتها، وهل هي فعلا الشيء اللي هو في باله بيطمح له. تمام، خليك لوجيك منطقي في المحتوى حق الإيميل حقك ودايركت تو ذا بوينت، مباشرة للنقطة. لا تحاول انك انت تتبع الاسلوب حق انه انت تبحر في كأنك الواحد بيكتب مع كتابة خيالية او كتابة شعرية. لا، اكتب كتابة حق البيزنس، حق الاعمال، واضحة الاهداف، واضحة المخرجات. بحاول لا يكون بشكل عام الشخصية اللي من نمط شخصية الأستاذ صالح الرشيد يصير في توافق ما بينكم. تمام، ننتقل بعد كده إلى في الميتينج. لو حصل معك مع نمط الشخصية هذه زي شخصية الأستاذ صالح الرشيد، إيش تسوي؟ أول شيء حاول إنك أنت تكون مركز على الأكشن، على اتخاذ القرار، انه خلاص انت جاي وخلاص اتخذت القرار وهذه نتائج اتخاذ القرار. تمام، خليك مباشر واثبت. نرجع نقول انه فاليديت، اثبت كل نقطة انت بتذكرها بدلائل، بدلائل ارقام، احصاءات، بنتائج. تكون انت اوريدي عامل داتا سيت معين، مستهدف نتائج معينه من المشروع حقك، تاكد انه موجود في البرزنتيشن حقك وانت في الميتنج. طبيعه الشغل مع بعض، لا تكون خايف منك انت تسال اسئله، بس اسئله تكون ضمن المحتوى ذات علاقه. حاول انك انت تكون سريع في العمل، في الانجاز. ركز على التاسك وعلى المهمه اللي مكلف فيها. طيب، في الاخير، اخر شيء نجي لموضوع يصير في كومباريجن، مقارنه ما بين انت كشخصيه وما بين الاستاذ صالح الرشيد. ايش النقاط اللي انت تتفقوا فيها اكثر؟ فنشوف مثلا هنا انه يعني عفوا، طبعا هذا كل مثال افتراضي، بس مثلا الاستاذ صالح الرشيد نوعا ما شخصيات براغماتيه، جميل ان احنا نكون براغماتيين ومنطقيين اكثر ومنتمين للواقع اكثر، نحن نكون شخصيات خياليه. بس في نقاط اخرى مثلا يعني يكون فيها ما في تقابل في نفس طريقة التفكير في الحتة هذه. يعني هو مثلا عنده نسبة التسامح أعلى مني أنا على سبيل المثال. وبكده أديكم العافية، نكون انتهينا من الجزء الثاني من التعرف على منصة كريستال نوز. نلتقي بحول الله في الجزء الثالث، وبالتوفيق للجميع. شكرا لكم.